بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 24. في أول الصفحة كما نرى j'observe et je découvre. أنا ألاحظ، تجي من فعل observer ومنها l'observation هي الملاحظة. j'observe et je découvre، وأنا أكتشف. أنا ألاحظ وأنا أكتشف. إذا نتكلم مثلا عن les découvertes. les découvertes المقصود الاكتشافات. اذا جو ديكوفر يعني انا اكتشف. في هذه الفقره الاولى جوبسيرف لو تيتر، انا الاحظ. طبعا نتكلم على لو فيرب اوبسيرفي كما قلنا. جوبسيرف لو تيتر يعني انا الاحظ العنوان، عنوان النص الذي رايناه فيما سبق. ليماج ثم الاحظ الصوره. اي لا فورم دي تيكست ثم الاحظ شكل النص. جوبسيرف لو تيتر ليماج et la forme du texte. انا الاحظ العنوان، المقصود عنوان النص. l'image الصوره المتضمنه في النص. et la forme du texte ثم شكل النص. طبعا المطلوب منا ملاحظه هذه الاشياء. ثم je devine la situation انا اتنبأ بالوضعيه، المقصود انني اكتشف ما وراء هذه الوضعيه المتضمنه في الصوره. يعني الصوره علاش تعبر، بمعنى اخر je devine. عندنا لو فيرب deviner المقصود بانك تتنبأ بشي حاجه باقا ما وقعت. اذا je devine la situation كما لو نقول اتنبأ بهاد الوضعيه. اذا ماذا تعني هاد الوضعيه؟ اذا ممكن اننا نقول مثلا la situation c'est ami et son papa dans le magasin vendant des jouets pour les enfants. اذا امي واباها في محل بيع العاب للاطفال. إذن أمي et son papa dans un magasin vendant des jouets pour enfants. أمي et son papa dans un magasin vendant des jouets pour enfants. إذن نتكلم عن أمي وأباها في محل بيع ألعاب للأطفال. أمي وأباها في محل بيع ألعاب للأطفال. ثم في الفقرة الثانية عندنا je manipule et je réfléchis. je manipule et je réfléchis. je manipule طبعا تكلمنا عن لو فيرب manipuler وقلنا بأنه فعل يتضمن كلمة لمه، وقلنا بأنه فعل يتضمن كلمة مه يعني اليد. المقصود عندما أقول je manipule ومنها la manipulation يعني أنك تعمل شيئا كما لو تقوم بشيء باليد، كما لو تفعل شيئا باليد. طبعا وتعني عالجة. إذن هنا je manipule et je réfléchis كما لو نقول بأنني أنا أعالج وأنا أفكر. طبعا عندنا لو فيرب réfléchir et je réfléchis وأنا أفكر. عندنا لو فيرب réfléchir. j'écoute le professeur lire le texte. أنا أستمع للأستاذ يقرأ النص. j'écoute le professeur lire le texte. je fais attention à l'intonation. je fais attention à l'intonation. إذن je fais attention يعني أنني أنتبه. طبعا عندنا هنا انا افعل انتباه، المقصود انني انتبه. الانتوناسيون، الانتوناسيون المقصود بها تغيير ديال الصوت او ديال اللحن ديال الصوت. طبعا عندما اقول لك مثلا ستذهب معي، اذا قلت لك ستذهب معي المقصود انني اخبرك بانك ستذهب معي. ولكن عندما اقول لك ستذهب معي، اذا من خلال لانتوناسيون تفهم بأنه سؤال، المقصود هل ستذهب معي؟ ستذهب معي؟ إذا نفس الجملة تقال بلحن مغاير. إذا هذا اللحن يسمى لانتوناسيون. جو في أتونسيون أ لانتوناسيون يعني أنني أحذر، يعني أنني أنتبه لتغيير الصوت واللحن. جو في أتونسيون أ لانتوناسيون. أو دي بي، طبعا لو دي بي يعني الصبيب، يعني كميات صبيب سائل ما في وقت زمني معين. إذا نتكلم مثلا عن كمية صبيب سائل ما، مثلا ماء في وقت معين. إذا نتكلم عن لو دي بي. طبعا له معاني أخرى وأيضا يعني، وهذا الذي يهمنا، يعني طريقة الكلام، أنه يعني طريقة التحدث أو القراءة أو الكتابة. إذا يسمى دي بي. إذا نتكلم عن
la manière de parler, de lire ou de réciter. يعني أنك تحكي. ومنها معنى l'élocution. يعني أنه تعني أيضا التعبير بمعنى آخر. عندنا هنا je fais attention à l'intonation au début. أنا أنتبه لطريقة كلام الأستاذ ثم et à la prononciation. Et à la prononciation ثم أنتبه للنطق. La prononciation يعني النطق. ومن فعل prononcer يعني أنك تنطق. إذن تنتبه لكل هذه الأمور. ثم عندنا je lis silencieusement le texte. إذن أنا أقرأ بصمت النص. ثم je vérifie أنا أفحص. Je vérifie أنا أفحص. ما ليكتور سيلونسيوز طبعا عندما أقرأ بصمت طبعا أقرأ بطريقة ثم بالمقارنة مع قراءة الأستاذ طبعا أنا أفحص قراءتي جو فيريفي ما ليكتور سيلونسيوز أنا أفحص قراءتي الصامتة ثم جو فيريفي لا سيتياسيون كو جي دوفيني جو فيريفي لا سيتياسيون كو جي دوفيني كو جي دوفيني أنا أفحص la situation يعني أنا أفحص الوضعية que j'ai deviné التي تنبأت بها طبعا رأينا فيما سبق je devine la situation أنا أتنبأ بالوضعية إذن je vérifie la situation que j'ai deviné إذن أنا أفحص الوضعية التي تنبأت بها سأرى هل ما قلته صحيح أو خطأ في الفقرة الثالثة je m'entraîne أنا أتدرب Je relis le titre. Je relis. انا اقرا مره اخرى. Je relis le titre et j'essaie de le formuler autrement. Je relis le titre et j'essaie de le formuler autrement. انا اعيد قراءه طبعا عندنا لو فيرب lire وعندنا لو فيرب relire. Je relis le titre. انا اقرا مره اخرى العنوان et j'essaie طبعا عندنا لو فيرب essayer يعني فعل حاولة et j'essaie وأنا أحاول de le formuler يعني أن أصيغه أنا أحاول أن أصيغه autrement بشكل آخر وأحاول أن أصيغه بشكل آخر المقصود أن أعطي عنوانا آخر مكان هد العنوان ويكون طبعا مناسب للنص طبعا قبل أن نصيغ العنوان نعود لهد الفعل اللي هو فعل غولير جو غولي أنا أقرأ مرة أخرى طبعا نتكلم عن الفيرب غولير لكن هناك فعل آخر فالصرف يسمع مثله هذا الفعل هو غولي طبعا في الأصل عندنا الفيرب لي طبعا نقول جولي يعني أنا أربط تولي أنت تربط إلي نوليون فولي إلي إذن مع جو نقول جولي مع لو فيرب لير مع فعل قراءة اللي هو فعل لير نقول ماذا نقول جولي طبعا في السمع يسمع نفسه يسمع بنفس الطريقة نقول جولي انا اقرا جولي انا اربط جولي انا اقرا الفرق هو في الكتابة طبعا جولي انا اربط نضيف أ جولي انا اقرا نضيف اس مع تي نقول تيلي أيضا نقول هنا تيلي إلي مع إيل نقول إلي هو يربط بنفس الشكل نقول إلي طبعا الكتابة هي التي تختلف إلي يعني هو يقرأ نصل إلى نو طبعا مع نو وفو ومع إيل افك أس هنا يبدو الاختلاف في السمع هنا يبدو الاختلاف بين الفعلين من حيث السمع إذا نقول نوليون نحن نربط نوليزون نحن نقرأ فولي أنتم تربطون فوليزي أنتم تقرؤون إلي إلي هم يربطون إليز هم يقرؤون طبعا هذا سينعكس على الأفعال المشتقة من هد الفعلين إذا أخذنا مثلا الفيرب غولي يعني أنك تربط مرة أخرى إذا سنقول بنفس الطريقة جو غولي تي غولي إل غولي نغوليون فو غولي إل غولي أما مع فعل غولير يعني أنك تقرأ مرة أخرى نقول جو غولي تي غولي إل غولي إل غولي نو غوليزون فو غوليزي إل غوليز إل غوليز إذن فلنلاحظ الفرق بين الفعلين إذن يقع هناك بعض الخلط مع جو تي مع إيل
مع جو ومع تو ثم مع إيل. أما مع نو وفو وإيل طبعا من حيث السمع هناك فرق. إذن عندنا هنا جو غولي لو تيتر اي جي سي دو لو فورميلي اوترمون. جو غولي لو تيتر اي جي سي دو لو فورميلي اوترمون. أنا أقرأ مرة أخرى العنوان وأحاول صياغته بشكل آخر. إذن ماذا سنقول مثلا؟ إذن ممكن أننا نقول كمثال devant un dilemme. devant un dilemme أمام معضلة. كما نقول طبعا لو ديلام المقصود به طبعا هو الخيار الصعب بين شيئين. هو الخيار الصعب بين شيئين هذا الذي يسمى لو ديلام. devant un dilemme كما لو نقول بين خيارين صعبين. كما لو نقول إذن devant un dilemme ممكن أننا نقول مثلا un choix difficile. un choix difficile خيار صعب. ثم عندنا je regarde le nom de l'auteur et je cherche des informations sur lui. je regarde le nom de l'auteur أنا أنظر le nom de l'auteur أنا أنظر اسم الكاتب et je cherche des informations sur lui. ثم أنا أبحث كما نقول معلومات عنه. المقصود وأبحث عن معلومات حوله. إذن كما نرى في آخر النص لو كادو دانيفيرسير هدية عيد الميلاد طبعا عيد ميلاد الشخص. كمثال عندنا هنا عيد ميلاد آمي لو كادو دانيفيرسير إذن هدية عيد الميلاد. إذن دابخي سالي غراندلي الكاتبة اسمها سالي غراندلي. مي بال استوار روج اي اور. إذن من مؤلفها مي بال استوار. كما لو نقول حكايتي الجميلة روج اي اور. كما لو نقول أحمر وذهب. إذا نتكلم عن قصص جميلة حمراء وذهبية كما لو نقول. إذا ما بال استوار روج اي اور. طبعا إذا بحثنا عن معلومات حول هذا الكاتبة إذا سنجد التعريف التالي ألا لوتور دون كانزين دالبوم. إذا هي كاتبة 15 ألبوما. 15 مثلا قصة سالي غراندلي أني أون أنجلتير. إذن هاد الكاتبة التي تسمى سالي غراندلي أني يعني أنها ولدت أون أنجلتير يعني أنها ولدت بأنجلترا وإلفي حيث هي تعيش. عندنا لو فيرب فيفا وإلفي أكتويلمون حيث تعيش حاليا أفيك سا فامي حيث تعيش حاليا مع عائلتها. أبخي زافواغ longtemps travaillé dans la presse enfantine. Après avoir longtemps travaillé dans la presse enfantine. بعد أن عملت لمدة طويلة dans la presse enfantine في صحافة الطفولة. إذن هناك صحف مخصصة للأطفال. إذن هي عملت بهذا المجال. Après avoir longtemps travaillé dans la presse enfantine. بعد ما عملت لمدة طويلة longtemps يعني مدة طويلة. Après avoir travaillé, بعد أن عملت. إذن après avoir longtemps travaillé, بعد أن عملت لمدة طويلة, dans la presse enfantine. في الصحافة, la presse يعني الصحافة, enfantine, عد علاقة بالانفون. الانفون يعني الطفل. إذن نقول طفولي أو طفولية, enfantine. Elle a décidé, هي قررت. إذن نتكلم على la décision, يعني القرار. Elle a décidé. إذن عندنا لو فيرب ديسيدي. لو فيرب ديسيدي المقصود به قرر. إلا ديسيدي يعني هي قررت. إلا ديسيدي. إلا ديسيدي يعني هي قررت. دو سو كونساكري. كونساكري كيلكو شوز يعني أنك تكرس شيئا. يعني أنك تتخلي هذاك الشيء. يعني أنك تبقي هذا الشيء لغرض معين. يعني أنك تخصه بهذا الغرض. بهذا الهدف فقط. دون غيره. إذن لو فيرب كونساكري نقول مثلا il consacre son temps يعني هو يخصص وقته يكرس وقته à informer les personnes في تعليم في تكوين الأشخاص. atteindre عندنا لو فيرب atteindre المصابين. إذا نتكلم عن les personnes atteintes. إذا نتكلم عن الأشخاص المصابين دي ديابيت يعني أنهم مصابين بداء السكري. دي نوفيل إذن يكونون في ماذا؟ دي نوفيل تكنولوجي اوفيرت. إذن هو يعلمهم ويخبرهم
بالتقنيات الجديدة المتاحة. نتكلم عن اللغة أوفخير أوفخت كما لو نقول الممنوحة، المقصود المتاحة. Il consacre son temps، هو يكرس وقته. À informer les personnes، à informer les personnes، في إخبار الأشخاص وفي تكوينهم وتوعيتهم. Il consacre son temps à informer les personnes atteintes du diabète. Il consacre son temps à informer les personnes atteintes du diabète des nouvelles technologies offertes. إذن هو يكرس وقته à informer les personnes atteintes، يعني في إخبار الأشخاص المصابين، المصابين بماذا؟ دي ديابيت، التانت دي ديابيت، يعني مصابين بداء السكري. إذن هو يخبر الأشخاص مصابين بداء السكري دي نوفيل تكنولوجي، يعني بي التقنيات الجديدة دي نوفيل تكنولوجي أوفيرت. كما لو نقول الممنوحة، نتكلم على الفيرب أوفخير يعني منحة كما رأينا قبلا. إذن أوفيرت يعني أنها متاحة وممنوحة كما نقول. إذن هو يخصص وقته، نتكلم هنا على الفيرب كونساكري، ولكن الذي عندنا هنا ال ا ديسيدي، الا ديسيدي يعني هي قررت دو سو كونساكري يعني ان تكرس نفسها. عندنا هنا الفيرب سو كونساكري وليس فعل كونساكري. كونساكري كما راينا يعني انك تكرس شيئا، مثلا كونساكري سون طون يعني هو يكرس وقته. هنا الا ديسيدي دو سو كونساكري، هي قررت ان تكرس نفسها، ان تخصص نفسها او ليفر للكتب بور انفون من اجل الاطفال. اذا هي كرست نفسها لكتابه الكتب للاطفال. اذا هذا تعريف مختصر لسالي غاندلي. ثم عندنا جو بريسيز لو ليو او سو باس لا سين. جو بريسيز انا اوضح، سي لو فير بريسيزي لو ليو، انا اوضح المكان. أو سو باس لا سين، حيث حدث المشهد. لا سين المشهد، طبعا لو فير سو باسي المقصود به حدث أو وقع وليس فعل باسي. لا نتكلم هنا على لو فير باسي مرة أو أمضى. باسي لو طون، باسي لو طون يعني أنه يمضي الوقت. نقول مثلا إل باس لو باك ا 14، يعني هو يمضي البكالوريا في سن 14 سنة. هنا بطبيعة الحال عندنا لو فير سو باسي يعني حدث أو وقع وليس لو فيرب باسي كما قلنا. جو بريسيز لو ليو او سو باس لا سين، انا احدد او اوضح لو ليو المكان. او سو باس لا سين، حيث حدث المشهد. اي مشهد نتكلم عنه؟ شنو هو المشهد اللي تنتكلموا عليه هنا؟ المشهد اللي تنتكلموا عليه هو ملي بغات البنت تشري هاد الدميه، ثم جاءت المراه تقصد نفس الدميه وحدث ذلك الجدال الذي رأينا. إذا نتكلم عن مشهد. إذا جو بريسيز لو ليو او سو باس لا سين، إذا أنا أحدد أو أوضح المكان حيث حدث المشهد. طبعا المشهد حدث داخل الدكان. ماذا سنقول؟ لا سين سي باسي دون ان ماغازا فوندون دي جوي بور انفون. لا سين سي باسي ا لانتيريور، يعني أن المشهد حدث داخل، داخل ماذا؟ à l'intérieur du magasin، يعني انه حدث داخل المحل. dans un magasin vendant des jouets pour enfants، داخل محل الالعاب الخاصه بالاطفال. ثم عندنا je repère les personnages en présence. je repère يعني انا احدد، je repère انا احدد les personnages يعني الشخصيات en présence الحاضره. لماذا هنا en présence؟ لماذا الحاضره؟ لأن من ضمن الشخصيات التي جاءت بالنص هناك الإبن مثلا، هو غير حاضر، هو بالمستشفى. إذن هذه شخصية أيضا ذكرت في النص لكنها غير موجودة في المشهد. إذن je repère les personnages en présence، إذن سأذكر الشخصيات الموجودة في هذا المشهد. طبعا الشخصيات التي رأينا les personnages en présence sont ami son père لو مارشون اي لا فام. اذا هناك امي، ثم اباها، ثم البائع، ثم المراه. اذا هذه هي الشخصيات المتضمنه في المشهد. امي سون بير لو مارشون اي لا فام، هناك امي، اباها، البائع، ثم المراه. ثم جودي
ce que je pense d'ami. أنا أقول ما أظنه في أمي. حسب القصة ما هو اعتقادي في أمي. Je dis ce que je pense d'ami. إذن حسب القصة يمكن أن نقول عن أمي elle est gentille. Elle est gentille. هي ظريفة. أو نقول عنها elle est généreuse. أو نقول عنها elle est généreuse. Elle est généreuse. يعني أنها كريمة. إذن ممكن أننا نصفها بأوصاف أخرى جميلة. Je cherche les expressions qui montrent l'inquiétude des personnages. Je cherche les expressions qui montrent l'inquiétude des personnages. أنا أبحث العبارات. المقصود أنا أبحث عن العبارات qui montrent التي تدل. C'est le verbe montrer. L'inquiétude التي تدل على قلق أو غضب des personnages. قلق أو غضب الشخصيات. Je cherche les expressions qui montrent l'inquiétude des personnages. أنا أبحث العبارات التي تدل غضب أو قلق des personnages. قلق أو غضب الشخصيات. سأبحث في النص طبعا عن العبارات التي تدل عن غضب الشخصيات. طبعا إذا تصفحنا النص من جديد وبحثنا عن العبارات التي تعبر عن غضب إذن سنجد مثلا attendez ديتيل vous n'allez pas le vendre vous n'allez pas le vendre إنكم لن تبيعوه لن تبيعوه vous n'allez pas le vendre لن تبيعوه vous n'allez pas le vendre لن تبيعوه طبعا عندنا العبارة مختومة ب point d'exclamation مختومة بعلامة التعجب علامة التعجب تأتي أيضا للتعبير عن هذا الإحساس ثم عندنا ميسي مادام ولكن بلا يا سيدة ولكن بلا سيدتي on a le même point d'exclamation عندنا نفس علامة التعجب للتعبير أيضا عن هذا الأمر ثم عندنا mais c'est impossible ولكنه غير ممكن أيضا هذه العبارة تختم بنفس العلامة le point d'exclamation voilà ce sont les expressions qui montrent l'inquiétude des personnages إذن هذه عبارات تدل على قلق الشخصيات je m'évalue أنا أقيم نفسي عندنا هنا je reprends يعني أنني سأخذ من جديد عندنا le verbe reprendre إذن عندنا في الأصل le verbe prendre يعني أخذ le verbe prendre المقصود به أخذ je prends أنا أخذ هنا عندنا le verbe reprendre يعني أنك تأخذ من جديد طبعا كما رأينا مع الأفعال سابقا أننا نضيف لها هذا غ للدلالة على تجدد الفعل إذن je reprends أنا أخذ من جديد la phrase أنا أخذ من جديد الجملة qui précise التي توضح que أمي أمري كأمي التي توضح بأن الطفل أمي أمغي يعني أنها تحب أمغي أشتي الكلون أمغي أشتي الكلون تحب شراء هذا الكلون إذن ما هي الجملة التي تدل على هذا المعنى إذا تصفحنا النص من جديد وبحثنا عن الجملة التي تدل على أن أمي تحب شراء هذا الدمية إذا العبارة ستكون أو بابا رغار سجولي كلون جوفل أشتي يا أبي انظر هذا الكلون الجميل Je veux l'acheter أنا أريد شراءه إذن هذه العبارة التي تدل على رغبة أمي في شراء هذه الدمية Je reprends la phrase qui précise que أمي aimerait acheter le clown إذن كما رأينا هذه الجملة التي تدل على رغبة أمي في شراء الكلون ثم جنوت ثم أنا أشير La ponctuation الترقيم la ponctuation المقصود به الترقيم طبعا علامة الترقيم نتكلم هنا عن السين دو ponctuation كما نقول إشارات الترقيم et qui sont والتي هي le point d'interrogation le point d'exclamation le point virgule les points de suspension les deux points la virgule les guillemets le tiré les parenthèses إذن هادو من بين السين دو ponctuation إذن هادو من بين علامات الترقيم فيما يخص الجملة التي تعبر عن رغبة أمي في شراء هاد الكلون في شراء هاد الدمية إذن فلنلاحظ الجملة مرة أخرى أو بابا regarde ce joli clown je veux l'acheter أو بابا regarde ce joli clown je veux l'acheter
Et donc je note la ponctuation utilisée dans cette phrase et je dis pourquoi. Et donc, أنا أشير لعلامة الترقيم بهذه الجملة ثم أنا أقول لماذا. Pourquoi cette phrase comprend un point d'exclamation. لماذا هذه الجملة تتضمن علامة التعجب. لماذا تتضمن هذه الجملة علامة التعجب. Pourquoi cette phrase comprend un point d'exclamation. الجواب cette phrase comprend un point d'exclamation parce que c'est une phrase exclamative. لأنها جملة تعجبية. ثم نختم مع Je relève dans le texte une phrase interrogative. Je relève, يعني أنا أستخرج dans le texte في النص المقصود من النص une phrase interrogative. أستخرج من النص جملة استفهامية. جملة تحتوي على علامات الاستفهام. المطلوب مني استخراج جملة فيها سؤال. إذن je relève dans le texte une phrase interrogative. إذن فلننظر مجددا إلى النص. إذن المطلوب استخراج جملة استفهامية. إذن إذا لاحظنا جيدا النص puis-je vous aider. C'est comme mon anniversaire. C'est comme mon anniversaire. C'est comme mon anniversaire. النص يتضمن جملتين استفهاميتين. نستكمل في الحلقات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.